ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أقيم يوم المسرح المصري الذي تم تكريم مجموعة من رواده في هذا اليوم. تعالوا مع بعض نتعرف ونشوف إيه اللي حصل. الفنانة القديرة رجاء حسين، وعلى رأس المكرمين النهاردة في يوم المسرح المصري ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان المسرح التجريبي، النجمة الكبيرة القديرة الأستاذة رجاء حسين. بقول لحضرتك مليون مبروك على التكريم. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله رب العالمين. يعني هو حلو انهم بيقدروا يكرموا الفنانين وهم لسه على حياة عينهم. فنان مننا بيحس بان هو ادى حاجة، وبالتالي الدولة بترد له هذا الجميل. أنا ضد إن الفنانين يكرموا بعد وفاتهم. يعني إيه يعني لما ابني ولا بنتي ولا مش عارفة جوزي ولا أخويا يجي يستلم الشهادة بتاعتي ولا تكريم؟ أنا أتمنى من الله العلي القدير وكل ثقة كبيرة في الأستاذة الوزيرة إيناس عبد الداي، وزيرة النشطة الحقيقة ما شاء الله عاملة شغل هاي جدا جدا، وست محترمة وبابا مفتوح لكل واحد وبتسمع كل واحد. أتمنى أنها برضو إيه نقول نكرم الناس اللي ما تكرموش اللي توفاهم الله. كل عشم في الأستاذة وزيرة الثقافة السيدة إيناس عبد دكتورة الداي. إيناس عبد الداي دكتورة الأستاذة سيادتها، وأطلق أي لفظ عليها، هي جديرة بهذه الألفاظ كلها. أنها يعني تكرم الناس اللي ما تكرموش واللي توفاهم الله قبل أن يكرموا، لأن المسرح القومي هو كان المنارة الكبيرة جدا جدا، وكان فيه نجوم كتار جدا جدا جدا. طبعا حسين رياض رحمة الله عليه كرم، لكن في بعض الزملاء زي حسن البارودي، شفيق نور الدين، توفيق الدقن، عبد المنعم ابراهيم، ملك الجمل، يعني الاسماء بالسعفاني، حتى علوية جميل، حتى روحية خالد، كل دول بتوع القومي. برلانتي عبد الحميد اسسوا المسرح القومي. نعم، اللي اسسوا المسرح القومي بالظبط كده، وعلى راسهم طبعا كان يوسف وهبي رحمه الله عليه وزكي طليمات. فأنا أتمنى أن الناس دي تكرم على الأقل بالأسماء، أو يذكر أنهم بيكرموا، وأي حد من أهلهم ياخدوا هذا التكريم، لأن ده من حقه زي ما من حقنا كده خدنا التكريم بتاعنا على حياة عين. أكتر مسرحية قدمتيها هنا على خشبة المسرح القومي وتعتز بيها وقريبة، أو الدور اللي جسدتيه كان قريب من قلبك؟ لا لا لا، كل أدواري والمخرجين بتوعهم رحمة الله عليهم، المخرجين كانوا أساتذة في المعهد بيدرسوا لي، وكانوا أساتذة في المسرح القومي، ما أقدرش أقول زملاء لأن هم أكبر من كده بكتير، وأنا كنت برضو في المسرح، فكانوا بيدوني الأدوار اللي تتلائم مع شخصيتي. ما فيش مسرحية عملتها وحشة، لا من الأدب العالمي ولا من الأدب المسرح، ولا النجيب محفوظ ولا اليوسف إدريس ولا النعمان عاشور، ولا لو أقعد عد لحضرتك كتير قوي قوي، لأن أنا عشت يعني أنا تعينت في القومي وأنا طالبة، وتنيت في القومي لغاية ما خرجت معاش. أقول لك أني مسرحية هي اللي حلوة. أنا أديك الصحة وطولت العمر وتمتعينا بأعمال بقى مسرحية جديدة، يعني فين حضرتك من المسرح؟ لا بس بعد 84 سنة صعبة قوي، يعني مش همثل وأنا قاعدة على كرسي. ربنا يديك الصحة ربنا يديك الصحة. حضرتك قادرة على العطاء، ويعني أكيد موهبتك عظيمة. حب الشغلانة، حب الشيء اللي أنت بتقدمه هتعمل فيه البدع.